تحرك روسي سوري رفيع المستوى تنشيطا لملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. يستند الجانبان إلى جملة تطورات سياسية أبرزها فوز الرئيس الأسد بولاية جديدة والحفاظ على مؤسسات الدولة ومحاولات كسر الحصار الغربي، عوامل مهدت لعودة أعداد من اللاجئين والنازحين إلى بلداتهم. بفضل جهود الجانبين الروسي والسوري نجحنا في حل مجموعة من المشاكل لإعادة اللاجئين عدا أكثر من 900 ألف لاجئ في إطار التعاون مع أجهزة الدولة في لبنان والأردن، كما عاد أكثر من 1,300,000 نازح إلى منازلهم. استراتيجية دمشق لإعادة أبنائها تقوم على استثمار أقصى ما لديها من إمكانات، استراتيجية تستند إلى تحسن الأوضاع الأمنية وإنعاش القطاعات الاقتصادية وإصدار مراسيم العفو والتسويات. على الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت الدولة السورية كافة الإجراءات والترتيبات التي شكلت أساساً مهماً لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعودة وتأمين سبل العيش. لكنها عوائق تراها دمشق جزءاً من الحرب عليها. من يعيق هذه العودة هي الدول الغربية التي فرضت العقوبات التي لا تتيح لهؤلاء المواطنين أن يعودوا إلى بلدهم. إذن هي تعاقبهم وتعاقب شعب سوريا، وتريدهم أن يبقوا خارج سوريا لكي يكونوا ورقة سياسية بأيديها. أجرت الحكومة السورية تسويات لنحو 9,000 مواطن وأفرجت عن 500 شخص في درعا والقنيطرة، كما أهلت أكثر من 24,000 منزل وقدمت تعويضات بلغت نحو 20 مليار ليرة لأصحاب المنازل المتضررة ضمن جهود تشجيع عودة اللاجئين والنازحين. لم تعد إعادة اللاجئين قضية سورية محضة. حجم التدخلات الغربية لتسييس الملف الإنساني وللضغط على سوريا يفرض دعما روسيا ومن حلفاء دمشق لتفكيك ألغام لا تزال تحد من عودة أبنائها. محمد الخضر من قصر المؤتمرات بدمشق، الميادين.